موجز لأهم الأنباء من قناتكم شوف تي في، أهلا بكم. جرى أمس الأربعاء بمقر سفارة المغرب بدكار تسليم هبة مغربية تتكون من مجموعة من المصاحف الشريفة طبعتها مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف للطريقة المريدية بمدينة توبا. وتشكل هذه الهبة التي سلمها سفير المغرب بالسنغال طالب برادة لمسؤولية العلاقات الخارجية للطريقة المريدية الشيخ عبد القادر مباركي باسم الخليفة العام للطريقة المريدية الشيخ مختار مباركي، جزءا من هبة شاملة وضعتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رهن إشارة سفارة المغرب بدكار بهدف منحها لمختلف الطوائف الدينية بالسنغال. في موضوع آخر، عاش كورنيش مدينة أكادير صباح اليوم حوالي الساعة 4:15 على وقع إطلاق نار، حيث أقدم شرطي بالزي المدني على إطلاق رصاصة على من مسدس خدمته على عشيقته قبل أن يطلق رصاصة أخرى على نفسه. وفي اتصال لشوف تي في بأحد الشهود الذين حضروا إلى مكان الحادث، أكد المصدر أن الحادث أحدث ضجة كبيرة بالكورنيش المذكور، خصوصا وأنه يعرف إقبال عدد كبير من السياح الأجانب والمغاربة، وقد قدم إلى مسرح الجريمة عدد كبير من رجال الأمن بكل تلويناتها لتحديد ملابسات هذا الحادث. في الشأن الدولي، توعد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس الأربعاء بأن تقتص الولايات المتحدة الأمريكية من قتلة الصحفيين الأمريكيين اللذان قطع متطرفون من تنظيم الدولة الإسلامية رأسيهما. من جهتها أعلنت الخارجية الأمريكية أن شريطي الفيديو اللذان يظهران قتل الصحفيين لم يصورا في وقت واحد، علما بأن الأول بث في 19 أغسطس والثاني في 2 من شتنبر. نختم هذا الموجز بهذا الخبر الرياضي، حيث علم لدى اللجنة التنظيمية المحلية لكأس العالم للأندية في كرة القدم المغرب 2014 أمس الأربعاء أن عملية سحب قرعة النسخة 11 سيتم يوم 11 أكتوبر المقبل بمدينة مراكش، وحجزت 5 أندية حتى الآن مقعدها في كأس العالم للأندية بالمغرب 2014، وهي بالإضافة إلى المغرب تطواني بطل المغرب وممثل البلد المضيف، ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وأوكلاند سيتي اتحاد أوقيانوسيا، وسان لورينزو اتحاد أمريكا الجنوبية، وكروز أزول اتحاد أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريب والكونكاكاف، على أن يتم التعرف على بطل آسيا في الفاتح نوفمبر المقبل وبطل إفريقيا في الثاني من الشهر ذاته ليكتمل عقد الأندية 7 المتأهلة إلى النسخة 11 من كأس العالم للأندية. بهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم أعزائي المشاهدين إلى نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.